بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرحبا بكم صحفي مجلة أصوات ومجلة أصوات الغد. المجلتين معروفتين بنزاهتهما وبنزاهتهما من ناحية أخبار. معكم محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية. بالنسبة للسؤال ديالك فيما يخص الصعوبات، في الحقيقة أننا لم نعترض أي صعوبة في هذه التدابير اللي اتخذت، لأننا كما تعلمون كما سائر المحاكم خدينا المبادرة ديال المحاكمة عن بالنسبة للتدبس، خدينا محاكمة عن بعد اللي هي محاكمة كانت بجميع الحقوقيين أنها محاكمة عادلة، لأن أول شيء اللي كنطلبوا بعدا هو المتهم، كنطلبوا منه واش هو قابل ديك المحاكمة أو لا، من بعد كنتقلوا للدفاع ديالو. هذه من الدابير الاحترازية، والحمد لله نجحنا فيها بفضل الله، نجحنا فيها. كما خدينا جميع التدابير الأخرى، أننا بقينا مستمرين فيما يخص القضايا الاستعجالية، قضايا الأوامر البنية على الطلب. بفضل الله كنا مرابطين القضاة كلهم جميعا، كانوا اللي هما محتاجين لهم كانوا مرابطين هنا. كان كذلك كانت بعض الموظفين اللي كنشكرهم تما بدورهم من هذا المنبر، كما كنشكر السادة القضاة والجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا المرحلة الأولى من 20 الى 10. هذه مرحله دازت ولله الحمد، كنا ناجحين فيها 100%. حنا دابا بالنسبه للمرحله الثانيه اللي هي غادي تكون ابتداء من اليوم اللي هي 11، غنستمروا بالمحاكمه عن بعد. اننا غنضيفوا بعض القضايا اللي هي كتكتسب صبغه استعجاليه كقضايا الحاله المدنيه، لان راه من غير المعقول اننا انسان باغي يسجل وفاة أو ازدياد أو إصلاح خطأ نخليه، خصوصا أن الناس اللي مقبلين على امتحانات البكالوريا كيمكن الإنسان يتعرض شي خطأ، ما يمكنش نخليه حنا بدون هذا الإصلاح. لهذا خدينا على عاتقنا أننا نقوم ندرجوا هذه الجلسات. كذلك كندرجوا جلسات قضايا النفقة لأن تتسم ب الصبغة الاستعجالية. هذه مرحلة من 11 حتى 30. كذلك بعض المسائل اللي خدينا باش نكملوا فيها كما كان سابقا، هي الحصول على السجل العدلي، الحصول على السجل التجاري، إلى غير ذلك اللي كتكتسي الصبغة الرقمية. ونجحنا فيها والحمد لله، اننا مستقبلا يمكن نبداو في المحكمه الرقميه. لماذا؟ اننا مادام اننا في هذه المرحله اللي دوزناها الحمد لله دوزنا بنجاح، المرحله المقبله غدوز بنجاح ان شاء الله. غادي نضيفوا لها كما قلت لك بالاضافه الى الحاله المدنيه والنفقه، غنضيفوا القضايا العقاريه، لان القضايا العقاريه هي قضايا كتابيه، المسطره تمر فيها كتابيه، ما كتحتاج حضور لا مدعي لا مدعي عليه، وانما كيحضر الدفاع ديالو المحامي ديالو فقط. والمرحله الثالثه اللي هي غتبدا من 1/9 ان شاء الله، ولكن الكل حسب التطور الوبائي بالمغرب. كنتمنوا من الله اننا هذه المرحله الثانيه كذلك ننجحوا فيها كما نجحنا في المرحله الاولى، والكل بفضل مساعدة ديال القضاة مساعدة الموظفين، لان حتى هما كذلك راه مرابطين هنا في المحكمه، شانهم شان باقي الناس اللي في الواجهه ديال كورونا. حنا ماشي في الصفوف الاماميه، ولكن حنا راه عندنا واحد الدور كبير في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. ممكن نضيفوا بعض القضايا كذلك ان شاء الله اللي هي كتكتسي بعض
بعض المسائل اللي ما نحتاجوش فيها خطوره، لاننا هذا الشيء كل شيء هذه تدابير احترازيه اللي دايرين الا باش نبعدوا، الحمد لله نبعدوا هذا الوباء عن المحاكم، لان الناس باش غادي يجيو حنا في هذه الفتره ما كانش ما الناس ما يمكنش يدخلوا، عندنا ناس اللي كيستقبلوهم من تما كنشوفوا شنو المتطلبات ديالهم وكنقضيوها لهم. من بعد ديك الساعه ان شاء الله حسب تطور الحاله الوبائيه في المغرب راه يمكن المتقاضي يمكن يجي بنفسه ديك الساعه ويدخل المحكمه، ولكن الان كما غتشوفوا دابا انتم كما غادي تصوروا راه حنا خدينا واحد التدابير اللي هي تدابير احترازيه كبيره، من تعقيم من 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 التباعد، من الحضور اذا كان الحضور ديال الانسان غادي يحضر في الجلسه كشاهد كمطالب بالحق المدني فيما يخص القضايا الجنحيه اللي كتمر، راه حنا غادي كما غادي تشوفوا كاين واحد التباعد انك الانسان اللي غادي يبرك هنا يبعد منه، كذلك المنصه اللي هي فيها القضاة راه غادي تشوفوا ان كاين واحد التباعد ما بين كل قاضي وما بين كل قاضي. بالنسبه للقاضي الفردي راه كاين تباعد كبير، لان الكاتب ديال الضبط راه في المكان ديالو والنيابه العامه في المكان ديالها. وكنطلبوا من الله، اللي كنطلبوا من الله هو اننا يرفع عنا هذا الوباء على بلادنا وعلى سائر بلدان العالم، لان هذا الوباء راه لحد الساعه باقي حتى الاطباء ما عارفينش كيفاش كينتقل. وباء اللي ما عرفش حتى واحد لحد الساعه كيفاش كينتقل، كاين اللي كيقول لك ينتقل عن طريق هذه عن طريق هذه، ولكن اللي نطلب هو ان الانسان ياخذ التدابير الاحترازيه ديالو ويتبع تعاليم ديال وزاره الصحه وديال السلطات المحليه، اللي يطلب منه يكون في مكان ديالو يكون في مكان ديالو من الافضل، وغادي يتجنب هو الوباء والوباء البلاد. ما فيه باس انني نزودكم بعض الاحصائيات اللي كانت خلال المرحله الاولى من المحاكمه عن بعد. تقريبا بديناها من 4 ماي 2020 الى غادي نعطيك واحد الاحصاء الى 5 يونيو. حنا كنديروا واحد الاحصائيات اسبوعيه، احصائيات اسبوعيه حنا غنعطي الى حدود 5 يونيو. عقدنا 30 جلسه اللي عقدنا ديال المحاكمه عن بعد، دازت فيها 226 قضيه للدرجات فيها، كان فيها عدد المعتقلين 252، تم البت في 202 ديال القضايا، وما تبقى الان مؤخر اما لاعداد الدفاع اما لاستدعاء الشهود اما لاستدعاء المطالبين بالحق المدني. هذا هو السبب ديال التاخير، او بناء على طلب ديال المتهم باش يعدد الدفاع ديالو. بالنسبه للقضايا ديال المحاكمه عن بعد، بالنسبه للقضايا الاستعجاليه تم تسجيل 57 قضيه اللي تسجلت خلال هذه المرحله. دائما كنقول لك من هذه المرحله من 20/3 الى 10 تسجلت 57 قضيه، تحكم في 28 قضيه اللي تحكم فيها. بالنسبه للاوامر اللي مبنيه على الطلب تسجلت 15 ملف اللي تفتح وتبت فيها كلها، تبت فيها ما قد حاجه. بالنسبه للقضايا النفقه راه حنا كننتظروا دابا الان غادي نبداوها ابتداء من اليوم ان شاء الله ونستمروا فيها. وقضايا ديال المسؤوليه التقصيريه يمكن غنبداوها في المرحله الثانيه اللي هي 1/7، غادي ندرجوا بعض القضايا ديال المسؤوليه التقصيريه لان مسطرتها هي كتابيه ما كتحتاج حضور الاطراف. بالنسبه للصعوبات كما قلت لك حنا الحمد لله ما اعترضنا حتى شي صعوبه، ولله الحمد بفضل التوجيهات نيره ديال السيد الرئيس المنتدب للسلطه القضائيه، ما الحمد لله ما خدينا هذيك كما هي وسايرنا بفضل مجهودات كما قلت لك ديال القضاة ديال الموظفين اللي هما جنود الخفاء، وخدمنا بواحد اقل ديال ما يمكن نخدموا به في هذه المحكمة. عفينا بعض الموظفات اللي هما عندهم القاضيات اللي عندهم ابناء ديالهم كي غادي دراسة
حبوسه ما يمكنش في غتخلي هاد السيده الاولاد ديالها. خدمنا كما قلت لك بناس كانوا مرابطين هنا، كانوا متطوعين، ما كان عندهم حتى شي مشكل، هما تطوعوا باش يخدموا والحمد لله، ما فرضنا على حتى شي واحد، قلنا ليه يجي تخدم بهذا بالاكراه. كل شيء الحمد لله ابان عن واحد الوطنيه كبيره. كذلك اللي خصها تشار لها، لان ضروري غادي نشير لها باش المشاهدين يعرفوها، وان جميع قضاه المملكه جميعا الحمد لله الحمد لله ساهموا في صندوق ضد صندوق اللي تخلق من طرف صاحب الجلاله الملك المعظم محمد السادس نصره الله، والقضاه ابانوا عن وطنيه كبيره وساهموا في هذا الصندوق وذلك بنصف راتبهم ولله الحمد، وكان ذلك عن طواعيه واختيار، جميع القضاه ساهموا بدون استثناء. كذلك كانوا مرابطين القضاه في جميع المحاكم، وما ما اللي كنقيس انا دابا اش كنقول، انا كنقيس على المحكمه ديال المحمديه. الحمد لله قضاه كمني كتحتاجهم كيجيو. لا يشكر الله، ومن هذا المنبر انا كنشكر الناس اللي كانوا مرابطين، قضاه موظفين نشكرهم جزيل الشكر على التعاون ديالهم. كذلك اشكر من هذا المنبر السيد نقيب هيئه المحامين بالدار البيضاء الذي ابان على واحد الوطنيه كبيره، وبانه كان واحد التعاون كبير مع من يمثل النقابه هنا في المحمديه. كذلك اشكر كذلك من هذا المنبر السيد المدير الفرعي الدار البيضاء اللي تا هو بدوره ساعدنا في حدود الامكانيات اللي عنده. كذلك الشكر موصول هنا للاستاذ محمد رضوان رئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء الذي ابان انه في المستوى الكبير ديال الجمعيات، ان هذا السيد ضحى بوقته زود المحاكم، تقريبا المحاكم ديال المملكه كلها زودها بكمامات بمعقم اليدين، اللي كانوا كيحتاجوا كان كيزودوا تبارك الله عليه، الله يعاونوا اللي هو الشباب، هو والقضاة الشباب اللي معاه في المكتب الجهوي، الله يجازيهم عنا خير. هذا اللي طلعتي نقول. وكنشكر السيد رئيس الوداديه الحسنيه للقضاة اللي تا هو كيزودنا بالتوجيهات ديالو عبر وسائل التقنية، ما عمره ما تخلى عنا بالتوجيهات ديالو. كذلك كنشكر كل من كان مرابطا في هذه الفترة. كذلك كنشكركم انتم بدوركم على انكم تتيحون لنا الفرصة اننا نبين للمشاهد المحكمة كيفاش غادا. اللي رابط معنا خلال هذه المدة كلها هو مرابط معنا هو مباركة، كذلك الحاجة فاطمة، هذو كلهم كمرابطين معنا خلال هذه المدة، كنشكرهم من هذا المنبر كذلك. المحكمة الابتدائية على غير باقي محاكم المملكة قضت على عاتقها أنها تكون متواجدة خلال هذه الفترة وتقدم مجموعة من الخدمات كيف العادة، سواء السادة قضاة أو السادة أطر وموظفي كتاب الضبط اللي تجندوا وحاولوا يوفروا الحد الأدنى من الخدمات الضرورية، والحمد لله دازت الأمور بخير وعلى خير، وخير دليل على ذلك هو الإحصائيات لله الحمد. كنتمنى الله سبحانه وتعالى بقت على كما هي، ومصالح كصندوق المحكمه كان فيه التناوب استقبال المقالات ومقالات الاستنافيه والسجل العدلي السجل التجاري والعمل داخل المحكمه وفي جميع ما انقطعش، وبقات الاستمراريه تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل ورئيس السلطه القضائيه. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.